يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرتنا الحوارية الأولى اللي هي حتكون فقرة طبية نحكي فيها عن طب الأسرة، أهمية طب الأسرة والمجالات اللي ممكن طبيب الأسرة يعمل فيها، أيضا أهميته بالنسبة للأسرة بشكل عام وللأطفال بشكل خاص، وخاصة نحن بفترة الصيف الأمراض طبعا كما بنعرف ممكن تكون كثيرة أكثر من فترة الشتاء. بدنا نحكي أكثر عن الإجراءات الوقائية لأمراض الصيف، وضيفتنا هي الدكتورة هناء نصافي أخصائية طب الأسرة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وأهلا وسهلا فيك، منورتينا. بداية كسؤال استهلالي للدخول بالموضوع، لو عرفنا مصطلح طب الأسرة بشكل عام، حضرتك أدرى بهذا الموضوع، لو أخذنا فكرة عنه بشكل عام إضافة إلى ممكن الأقسام أو ممكن تكون فيها طب الأسرة. هلا هو طب الأسرة هو عبارة عن نموذج متكامل لتقديم الخدمة الصحية الكاملة والشاملة للمريض، وخاصة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية معا من خلال مجموعة من الخدمات العلاجية والوقائية اللي بيقدموها. بالإضافة شغلة مهمة، التركيز على الوعي الصحي لدى المجتمع والأسرة بشكل عام اللي هي نواة المجتمع، ودعم دور المشاركة المجتمعية بالموضوع. وهي بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية بتقدم عن طريق المراكز الصحية من خلال العيادات الموجودة فيها، اللي بيكون عيادة الأطفال، عيادة الداخلية، وعيادة النسائية. تمام، فإذا نحن من هون ممكن نقول إنه مهم طب الأسرة أو طبيب الأسرة أيضا هو طبيب العائلة بيكون بهيدا الموضوع. هلا مثل ما ذكرت يمكن بيختص بمجالات عديدة طبيب الأسرة، فينا نقول إنه هو بيتميز عن الطبيب العادي، الطبيب اللي له اختصاص معين. هلا نحن هو طبيب الأسرة هو طبيب حاصل على ماجستير أو دبلوم في طب الأسرة. ليحصل على هالاختصاص أو الماجستير بده يبرم كل الاختصاصات بالداخلية، بالأطفال، بالأذنية، بالجلدية، بكل الاختصاصات لحتى يحصل على معظم الأشياء الرئيسية بكل اختصاص. يعني فينا نسميها طب عام؟ طب عام بس مع زيادة ممارسة، بحيث يعالج من 70-90% من الأمراض، ويكون قادر على علاجها ومتابعتها من الأمراض المزمنة، الحالات الطوارئ، الأمراض الحادة. والشيء الحلو بطبيب الأسرة بيكون على صلة وثيقة بالمريض، يعني العائلات اللي بتكون موجودة معظمهم بيروحوا لعند طبيب الأسرة، بصير في ثقة بيناتهم، بصير في صلة بيناتهم، بيعالج لهم 70-80 حتى 90% من الأمراض. في حال تعذر عليه أو احتاج لإحالة لاختصاصات أعلى، في بيكون هون نظام الإحالة بيحول، مثلا وصل لمرحلة لازم يحول لطبيب صدرية أو طبيب قلبية، بيعطي إحالة وفي تغذية راجعة، بينطر الجواب من الطبيب الأخصائي اللي تحول له، وبهالحالة والتغذية الراجعة بصير عنده خبرة أكثر وبيطور حاله بشكل أكبر وبيكون فادو للمريض. في شغلة كمان كتير مهمة بطب الأسرة فائدتها، هلا المريض بدل ما يبرم على كتير من الاختصاصات ممكن يضيع، ممكن ياخد أدوية من أكثر من طبيب، ممكن نفس الأدوية تتكرر بأسماء مختلفة، ممكن يخلوه يحتاج لاستقصاءات تانية، فحوصات زيادة. لما بيمرق هالطبيب بالبداية على طبيب أسرة ممكن يطلب له الأشياء الرئيسية والمهمة وما يكرر هالفحوصات، تكلفه ماديا وما يتكرر الأدوية أو يصير ازدواجية بالدواء، وبيخفف العبء على المستشفيات والمراكز الاختصاصية. يعني إذا مريض بالأول حس بألم صدري ممكن يروح لعند طبيب قلبية، بس يكون الألم الصدري نتيجة مثلا التهاب مرارة، مين قادر على تقييم الشيء وشفت المنظار بشكل أعم وأشمل؟ هو طبيب الأسرة، لأن طبيب القلبية ممكن يشوفها من باب قلبي، طبيب الهضمية ممكن يشوفها من باب هضمي، ممكن مريض عم يشكي بمعدته يكون السبب قلبي، طبيب المعدة بشوفها هي من الناحية الهضمية وبيعالجه على أساس هضمي، طبيب القلبية بشوفها من الناحية القلبية، بس طبيب الأسرة ممكن يكون نظرته أعم، وهو ممكن إذا وصل لمرحلة بحاجة للمريض لتوجيه يوجهه. يعني هي الدكتورة هذا اللي بيميز طبيب الأسرة عن باقي الأطباء، أنه هو بيكون عنده نظرة عامة على كل يعني كل ممكن يكون أعراض أمراض الجسد وطبيعة علاجها. هون من هون ممكن فينا نميزه عن غيره من الأطباء، من هون. ومن شغلة تانية أنه نحن لما بنكون بالمستوصف بيكون عندنا نظرة شاملة عن الأسر، عن الأمراض الوراثية فيها، عن الأمراض المستوطنة بالمنطقة. لما بيجي مثلا مريض من العائلة فلانية، أنا بعرف مثلا العائلة هي من جلية تلاسيميا، ممكن يكون عم يشكي من مرض، بعرف أنا مسبقا أنه هذا العرض لمرض من هالأمراض الوراثية هل على العائلة بتشكي منها. تمام. لأني بكل مستوصف المفروض يكون في سجل للعائلات
عائلات المنطقة، كل مستوصف بيخدم منطقة معينة، بيكون في سجل للعائلات وإحصائيات الأمراض ومحطوطة بسجلات خاصة ومحفوظة بغرفة خاصة لل تمام. بيكون طبعا الطبيب على اطلاع بهيدي السجلات حتى يعرف يشخص اي عارض ممكن يجي لعنده الشخص. هلا اذا بدنا نحكي شوي بفتره الصيف، نحن هلا يعني الامراض ممكن تكون اكثر، العنايه باطفالنا بتكون بدها عنايه اكثر، بدهم عنايه اكثر الاطفال كونه هلا فتره شمس صيف بحر يعني شوب وبرد احيانا للاطفال. هلا بدنا نحكي بالمجمل، طبيب الاسره ايضا له علاقه بالاطفال وبتابع حالات الاطفال وبيفحصهم. خلينا نحكي عن العنايه بشكل عام بفترة الصيف بأطفالنا كيف بتكون؟ هلأ بطبيب الأسرة بالنسبة للأطفال، الخدمة المقدمة للطفل من خلال اللقاحات، من خلال متابعة النمو، من خلال متابعة التطور الروحي الحركي لإله، من خلال الرعاية المتكاملة للأمراض وللطفل السليم والطفل المريض. هي بالنسبة للطفل. كمان في بالنسبة للكبير كمان ممكن يقدم له خدمات، فحص رعاية، فحص مسنين، مراقبة مسن، أمراض مزمنة بالنسبة للمسن. وكمان في شغلة مهمة إنه العيادة النسائية ممكن تقدم لها خدمة للمرأة من خلال الصحة الإنجابية، من خلال مراقبة الحمل إذا كانت حامل، من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، من خلال التثقيف الصحي للمرأة. كمان في شغلة كمان مهمة بطب الأسرة هي التقصي البيئي. الأوبئة المنتشرة، الأوبئة المستوطنة ممكن يصير التبليغ عنها للجهات العليا. هالشي بيفيد المجتمع. كمان مراقبة نظافة المي، بتاخد عينات من المي وبتندرس. مراقبة الصحة البيئية كمان مشان القمامة والمظاهر البيئية غير الصحية. مراقبة التغذية، ممكن في عنا مشرفة صحية بتدور على محلات اللحوم كذا، بتشوف إذا الأمور نظامية وفي نظافة ولا لا. هلأ حكيتي حضرتك بالنسبة للأطفال، الطفل بشكل خاص له عناية عنا بطب الأسرة، خاصة هلأ بالصيف، ضربات الشمس وارتفاع الحرارة، نقص السوائل. بالنسبة عنا هون الساحل الرطوبة اللي بتزيد الحالة، لأني بتكتر فيها الأوبئة، بتكتر البكتيريا والفيروسات، وبيقل التبخر بالرطوبة، بيقل التبخر، بيقل التعرق، ممكن تظهر عنا ضربات الحرارة. بيظهر الطفل إنه متوعك، تعبان، ممكن يكون عم يبكي، في حرارة عالية، منهك، وسن. هاي الحالة إسعافية، لازم فورا نخفض له الحرارة، نخفف له الثياب، نحط له كمادات باردة، نعطيه سيتامول خافض حرارة، ونعوض له السوائل اللي ممكن كتر الحرارة ممكن يعرضه للتجفاف. تعويض السوائل عن طريق الظروف، بنوزع مجانية بالمستوصفات ظروف أوزمو مكتوب عليها طريقة الحل، من علمها للأم كيف تحلها وتعطيه ظروف السوائل. بيتقبل الطفل لأن بيكون متجفف وعطشان نتيجة ضربة الحرارة أو الشمس، ولحتى يعني بيتقبلها بشكل، بيكون عطشان متلهف لإلها لحتى تنزل حرارته، بنراقبه لتنزل حرارته. بس للوقاية من هالشي، درهم وقاية خير من قنطار علاج. من إلا للأم لما بتطالعي ابنك يفضل ما يطلع بخاصة بالسباحة بين 10 و4، يحط نظارات، تلبس الطفل قبعة للوقاية من ضربة الشمس، في حال إذا صار التهاب بالملتحمة نتيجة الشمس تحط له مرهم عيني، تحط واقيات شمس للي بيكون بشرتهم حساسة كتير، تحط لهم واقيات شمس وقت اللي بيطلعوا هالكثرة. يعني هي في حال كانت السباحة من 10 صباحا إلى 4 عصرا، يعني كل اللي ذكرتيه يفضل ما يكون التعرض. بس في حال اضطرت تطالعوا بالشمس لو ما نو سباحة، في حال تطالعوا للشمس فترة الشمس يفضل تحط له واقي شمس قبعة، تبعدوا قدر الإمكان عن الشمس بهالوقت. ولازم تنتبه كمان إذا أخذته على البحر لابنة في خوف الانزلاق والتزحلق خاصة بالمسابح، يفضل انه يكون لابس برجله، لاني في كتير اطفال بيجوا معرضين للكسور نتيجة الانزلاق. طب دكتورة، بس وهيك خصصنا انه جزء كبير من الحديث عن ضربة الشمس، كونه هلا حاليا يعني الشمس جدا يعني حارقة، ويعني يعني ما بتحسي فيه، عم تختلف درجة، ممكن تعمل يعني حروق درجة الشمس. أولى درجة يعني ثانية. فبالنسبة لظروف العصائر اللي حضرتك ذكرتي عنها أو ظروف السوائل الأوزمو، هي بتستعيد، فينا تستعيد الأم عن العصائر اللي ممكن تعملها داخل المنزل؟ هي دي أوزمو مشان معالجة التجفاف، لأن فيها بوتاسيوم، فيها صوديوم، فيها الأشياء اللي عم يخسر الإنسان نتيجة
الحرارة. يعني بالإضافة للعصائر الممكن بتكتر له سوائل، بتكتر له سوائل، بتكتر له عصير، شرب الماء. بس إذا وصل الطفل لدرجة الجفاف، والجفاف له طبعا مظاهر. فينا نذكرهم بس لو سمحتي مشان. مثل البكاء بلا دموع، بيبكي الطفل بلا دموع، مثل عيونه بتغور، مثل في جفاف بالمخاطيات، التم بيشوفه مثل الحطب أو مخشب. ممكن السنية الجلدية، إذا قرصنا الجلد هيك والسنينة، السنية الجلدية بترجع ببطء ببطء، ما هي الطبيعي إنه ترجع يكون الجلد لين وترجع بسرعة، ترجع ببطء. بيكون الطفل أحيانا متهيج نتيجة فقدان السوائل، السوائل بيكون متهيج. هون الأم كحالة إسعافية بس تشوف هيدي الأعراض عند ابنها فورا لازم تخفيض حرارة، تخفض حرارته، محاليل التجفاف، وتعطيه سوائل. لو ما كان هيدا المحلول عندها بالبيت تستعيد عنه بالماء مثلا. هلا هذا المحلول متوفر بكل الصيدلية، بكل المستوصفات، بتعوض له سوائل، المي، عصائر. ممكن هي تعمله، تحط مي، تحط مثلا كاس مي، تحط ذرة ملح، تحط معلقة سكر، معلقتين سكر صغار، تحلهم بشكل إسعافي لبين ما توصل على محلول الأوزمو. في كمان بأسماء بيبي سوليوشن، بأطعام بطعومات مختلفة، مثلا بيحب الطفل ممكن بيحب الموز، التفاح، في موجود بالصيدليات، بتنقي الفريز، بتنقي الطعم اللي بيحب الطفل وممكن تعطيه اياها. هلا كمان هذا بنستخدمه بحالة جفاف أثناء الإسهال بالصيف، يعني الطفل فترة الصيف معرض للبكتيريا، معرض للجراثيم، خاصة إنه ممكن يكون في فيروسات بالبحر، في أتربة، في كمان على الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي وترك الطعام برا البراد ممكن يتعرض لبكتيريا وميكروبات. بس إذا أكل الطفل أو أكل طعام مكشوف من برا معرض للذباب أو البعوض، هالشي ممكن يعمل له إسهال. وله أنواع، مثلا ممكن يكون الإسهال فيروسي خاصة بالروتافيروس، هالشي بيبين إنه الطفل بيسهل إسهال مائي شديد كثير أكثر من 3 مرات، ألم بالبطن، الإسهال ممكن يكون رغوي. بس الطفل ما يعني رائحته ما نكريها، هالشي ما علينا إلا نحن بهالحالة نعوض له سوائل. إذا ظهرت علامات التجفاف الشديد جدا جدا مع رفض الرضاعة، مع رفض الشرب، مع حالة عامة سيئة، مع حرارة عالية، منعوض له السوائل ومنحوله على المشفى. في كمان في حالات انه هاي بالنسبه للاسهال الفيروسي، بس غالبا بيتحسن. طبعا دكتوره، بس يعني انت حضرتك عم تذكري لكل الاعمار، يعني لا خلاف بين الطفل عمره 6 و7 سنوات وبين يعني بال 14 15، انه نفس العمليه، نفس الاعراض، هلا نفس الاعراض ونفس العلاج. روتا فيروس غالبا بصير تحت السنه من العمر، العمر تحت السنه، بس هلا بالسنه 3 ل 4 سنوات الطفل بصير بيطلع لبرا، بياكل اشياء من السوق، بياكل بوظه، بياكل سندويش جاهز، هذا شيء معرض للبكتيريا أكثر، خاصة السلمونيلا، الشيغيلا، الشرشيكولي، هذا الشيء بيعمل إسهال، بيعمل رائحة خروج كريهة، ممكن يعمل دم بالبراز. هذا الطفل إضافة لتعويض السوائل له وإضافة للمحاليل الأوزمو لازم ينعطى صاد حيوي له مثل الباكتريم أو مركبات السلفوس سيفالوسبورين. إضافة كمان الحمية، الحمية كتير كتير ضرورية. هلا مثلا إذا الطفل صغير بالعمر كان عم يرضع من أمه، بنقول له لأمه زيدي له فترة، زيدي له كمية الرضاعة والفترة طولية. أما إذا الطفل متعود على الببروني والحليب، يفضل إنه نخفف تركيز الحليب شوي صغيرة، مثلا إذا عم تحط معلقتين لستين سنتي تحط معلقة لستين سنتي. وإذا كان عم يدخل له أكل تاني للطفل، من ندخل له الشوربات، الحمية على البطاطا المسلوقة، هي كلها ياتي منعرفها من أيام ستاتنا، الرز، شوربة الرز، التفاح، الجزر المسلوق، لحتى يتماسك البراز ويصير بشكل أفضل. بس أهم من شيء الوقاية، يعني يفضل الأم إذا طلعت مشوار تأخذ المي معها، السندويشات معها، ما يأكلوا أكل مكشوف، القضاء على الذباب لأنه هو كتير ناقل للبكتيريا والجراثيم. هو لازم هون يكون موضوع النظافة حتى يصير في قضاء على الذباب. أيوة. دكتورة ذكرتي موضوع انقطاع التيار الكهربائي، ونحن هلأ عم نلحظ هيدا الشيء واقعنا موجود، يعني هلأ الأطعمة اللي عم بتكون خارج البراد هي كلها ممكن تسبب مشاكل صحية للطفل. لكن موضوع الآيس كريم البوزة، يعني هلأ إذا بقي، إذا كان بالبراد وانقطع التيار الكهربائي بنعرف إنه البوزة بتدوب، هيدا الشيء ممكن إذا تناوله الطفل كانت البوزة شوي سائلة بيسبب له مشاكل؟ هلأ معظم الأكل إذا طلع من البراد وبيتعرض لبكتيريا،
يفضل الأكل مثلا البوظة إذا دابت ممكن بالمحلات يرجعوا مرة تانية يجمدوها، ممكن كتير تعرضوا للطفل للبكتيريا خاصة السلمونيلا. يفضل الأكل ينحط بالثلاجة، ما يطلع برا الثلاجة فترة طويلة، ويكون مغطى ما يكون مكشوف، خاصة باللي ما عنده منخول. يعني هلأ المنخول شوي ممكن يوقي من الذباب، يفضل انه يتغطى، يفضل ينحط بالبراد، يفضل طهي الطعام بشكل جيد خاصة للطعام البحري لأنه ممكن يكون ملوث، يفضل طهوه بشكل جيد مشان نوقي أطفالنا من هالشيء. دكتور في شغلة مهمة، عفوا، غسل الأيدي بشكل جيد قبل الطعام وبعد الخروج من المرحاض، لأنه في كتير أمراض خاصة التهاب الكبد ممكن ينتقل عن طريق الحمامات. يعني بيروح الطفل بيطلع مثلا بمطعم لحمام، ممكن قبضة الباب يكون متلوثة، ياكل فورا، هو فترة حضانته 40 يوم، بعد فترة بيصير وجع بطن إقياء، بفكروا التهاب معدة، بعد كام يوم من الإقياء ممكن يصير أصفر بعيونه، ممكن يصير بوله غامق مثل الشاي، ممكن يألم، ألم ببطنه، هذا التهاب الكبد نتيجة عدم النظافة. إذا الطفل غسل إيديه منيح قبل الأكل وبعد الخروج من المرحاض، إذا كان هو حامل ما بيعدي غيره، وإذا كان من عدا ممكن ما ينصاب. يعني هي النظافة أولا، يعني أولا أكيد لازم تكون موجودة عند كل أسرة، هيدي يعني الاحتياطات الأولية بالنسبة إلى كل طفل. لكن دكتورة دوما السؤال أنه يعني لو سمحتي لي، بالنسبة للبرادات حضرتك ذكرتي أنه وجوب وضع الأغذية ضمن البرادات، لكن بسبب انقطاع التيار الكهربائي يعني البراد يدوب أنه عم يبرد. في أساليب تانية ممكن تتبعها الأم أو الأسرة من أجل الحفاظ على الأطعمة، انه او كافي البرود الموجوده ضمن البراد حتى لو ما كان عم يشتغل البراد من اجل الحفاظ على الاطعمه؟ هلا بشكل عام يفضل انه اللحوم ما تنحفظ فتره طويله، يطازه. هلا الستات البيوت عم تتحايل على هالشيء، ممكن تحطها بالثلاجه بدال القسم التحتاني القسم الفوقاني، خفت كميه اللحوم حتى اذا في لحوم يفضل قبل ما تنحفظ تنغلى تنسلق وبعدين تنحط بالبراد هيك، او حتى فروج يفضل اذا انسلق مثلا 3/4 السلقه بعدين نحط، هيك بحافظ عليه فتره طويله. بس الافضل انه تتقلل كميه الطبخ ويكون الاكل جاهز طازه وما تتكتر، يعني ما يطول بالبراد فتره طويله. تمام. هلا موضوع الاطفال خلينا نبقى فيه، وموضوع الحلويات والمشتريات والشوكولا اللي ممكن ياكلوه الاطفال، ايضا بنلاقي طفل اذا اكل هيك شيء خاصه فتره الظهر بنلاقيه المساء او ثاني يوم بلش عنده اعراض معينه، هيدا الشيء ايضا بيكون نتيجه نقل بكتيريا او جراثيم لإله لمعدته، او ممكن هو الشوكولا بحد ذاتها بفتره الصيف تسبب له مشاكل بمعدته. هلا قلنا نحن الصيف هو بسبب الحراره، بسبب الاتربه اللي بالجو، بسبب الرطوبه، هذا كلياته جو مهيئ لنمو البكتيريا، والبكتيريا موجوده اكثر شيء. الشوكولا هي نمو، هي وسط ملائم جدا لنمو الجراثيم. يعني اذا بدهم ينموا بالمخابر بدهم ينموا الجراثيم ليدرسوها بنموها على وسط شوكولاتي. لهيك الشوكولا بيكون عرضه اكثر لنقل الامراض والاسهالات. تمام. اسهالات والتهاب المعدة والامعاء. طيب دكتورة، بقينا في موضوع الاطفال، يعني شو هي الاعراض الممكن الام او الاسرة تلاحظها على طفلة لحتى تتوجه فورا الى الطبيب؟ يعني العناية المنزلية غير كافية، ان كان مثل ما تذكرتي حضرتك البطاطا السلق، او ان كان الرز، او ان كان السوائل ضمن المنزل غير كافية بالنسبة للطفل، يحتاج الى التوجه الى ممكن طبيب او ممكن الى المستشفى. شو هي الاعراض يعني ممكن تلاحظ على الطفل ضمن هذا الموضوع؟ هلا في تجفاف مثلا شديد جدا جدا، بيكون علامتين من هالعلامات مثلا غؤور عينين، وسان، تهيج. يعني هون مرحله انه يجب التوجه للمستشفى ببطء شديد عم ترجع مع حراره عاليه، علامتين من هالعلامات هيدي لازم تعطي ظروف الاملاح وتاخذه على المشفى. اما اذا اعراض اقل من هيك ممكن يمشي الحال بالبيت، يتحسن مجرد ما اخذ ظروف الاملاح. هلا نحن بنعلمه كيف تحلوا للظرف، وكل 24 ساعه بعد اللي بنحل بينكب وبينحل ظرف ثاني. خلال 6 ساعات الاولانيه اذا عوضت له السوائل، هلا بالتجفاف الشديد خلال 4 ساعات لازم تعوض له الطفل، اذا اقل من السنتين من 50 ل100، واذا كل ساعه، واكثر من هيك كل 200 ميلي. خلال 6 ساعات، 4 ساعات، 6 ساعات ممكن يتحسن. إذا ما تحسن الطفل وبقيت حالته سيئة ممكن يتحول للمشفى. إذا كان الطفل عم يشرب ورفض الشرب، أو عم يرضع ورفض الرضاعة،
ممكن يتحول للمشفى. إذا صار بحالة وسان وغياب وعي هذا فورا بده مشفى. يعني بيكون سبب رفض الرضاعة أو رفض الشرب سوء الحالة العامة. بيكون في وهن عام أو وهن عام، وسان، مايل للنوم، ما عم يقدر يرضع ولا عم يقدر يشرب، إحالة للمشفى. ظهور دم بالبراز مع الحرارة يفضل إحالة إلى المشفى. تمام، هاي بالنسبة للإسهال. إذا بدنا ننتقل لموضوع البحر والمسابح، خاصة أخذنا بموضوع المسابح كونه بيكون عدد كبير من الأولاد موجود فيه، يمكن مية المسبح ما كتير بتتغير خلال النهار. هون نحن كيف بدنا نتعامل مع أطفالنا حتى نوقيهم من الجراثيم ممكن تنتقل لهم من المي، خاصة مياه المسابح معظمها عم تكون مي حلوة منا مالحة. هلا فيك شغلة كتير شائعة بعد المسابح هو التهاب الأذنين. التهاب الأذنين غير أنه التهاب الأمعاء والمي اللي بياخده والتهاب الأذنين. للوقاية منا منخلي يحطوا سدادات بالأذنين، سدادات خاصة من الكاوتشوك. يفضل المسبح يكون نظيف، وإذا في صار عندنا التهاب بالأذنين يفضل استخدام قطرات الأذن وعلاج التهاب الأذن. لما بيطلع من المي غسل من الرمل بمي حلوة ونظيفة، غسل من المي وغسل من الأعشاب المكون عالقة بالأذنين. يفضل ما يرجع للمي قبل كام يوم لحتى يطيب الأذنين بشكل جيد. في شغلة كمان ممكن نسيت لكم إياها، هي أمراض المكيفات. هلأ بالمكيفات عندنا ودائما شغالة هالشي، ممكن كمان يعملنا نزلات البرد عند الأطفال. لهيك الطفل خاصة الصغير بيكون سطح جسمه أكبر بالنسبة لوزنه، يفضل يلبس طاقة زيادة أو يعني يكون لباسه سميك معتدل نسبياً سميك. يفضل كل فترة ينطفى المكيف ويتهوى البيت، ويفضل ما ينزل عن 25. وفي حال صارت نزلة البرد يفضل تعالج إذا نسد أنفه قطرات من الإنف. بس يعني الوقاية للوقاية منه أفضل أنه الطفل ما يتعرض للبرد. حضرتك سألتني أنه الإسهال بين الطفل وبين الكبير إذا كان بيختلف فرق العلاج، في فرق بسبب أنه الطفل نسبة الماء بجسمه 70% بينما الكبير 50%. لهيك في حال الإسهال تعرض الطفل للخطر، 50% من الأطفال ممكن يموتوا بإنتان معوي كإحصائيات عالمية إذا ما تدبروا تدبير كافي. ليش؟ لأني نسبة الماء بجسمهم 70%. لهيك ممكن يتعرضوا للتجفاف وللخطر بشكل أكبر من الكبير. هلا اذا نرجع شوي لموضوع المسابح والبحر، في كثير من الاطفال بالبحر تحديدا بيشربوا مية بحر، يعني هون الموضوع ايضا ممكن يسبب لهم التهابات معده او التهابات بالامعاء. وكيف ممكن نحن في حال تم شرب مي من قبل طفل شو الاجراءات الاسعافيه اللي نحن ممكن نتبعها فورا؟ معظم الاطفال بيشربوا مي، بس يعني هي المسابح اخطر بكون من البحر، بكون نسبه التلوث فيها اكثر، وبكون حاطين لها مواد معقمه اكثر. اذا شرب الطفل ميه ملح تلقائيا بيتقيأ، ويفضل انه يرتاح فتره قبل ما يرجع للبحر. في حال صاب التهاب امعاء مثل اي التهاب امعاء عادي، مثل اي مضادات الحيوية يعالج. نفرق بقى اذا في حراره ولا ما في حراره، اذا في تجفاف ولا ما في تجفاف، مثل الخطوات السابقه اللي قلناها. بس اساسي محلول التجفاف هو اساسي للعلاج. طب دكتوره بالنسبه للمسابح المنزليه، يعني ما المسابح اللي ممكن تكون مقصد عام او موجوده بشكل انه يعني مين ما يعني اي شخص حابب يسبح ممكن يتوجه لهالمسبح، المسابح المنزليه كيف ممكن تتعامل مع الاسره باسلوب وقائي بالنسبه لاطفالها؟ تغيير المي بشكل دائم، ويفضل انه يقولوا له للطفل يوجهه يعني مي. يعني لازم يحطوا له معقمات للمياه تبدل بشكل يومي بشكل دوري. في معقمات خاصه بالمي وتبديلها، ويفضل الطفل مثلا ما يبصق اذا مرضان ما ينف. في اطفال ممكن ما يصير تبويل بالاحواض لان هذا ممكن ينقل الامراض. تماما، يعني لازم النظافه همام، وهلا يمكن اصلا لازم يستخدموها كون المي عم تنقطع كمان بالاضافه لقطع الكهرباء. هلا دائما بتبقى مثل ما ذكرتي الوقايه خير من قنطار علاج. نحن بشكل عام كل الاعراض والامراض اللي ذكرناها خلال فتره الصيف هي يعني النصيحه الذهبيه اللي لازم تكون لها هي النظافه بالمرتبه الاولى. نصائح اخرى شو ممكن تقولي لمشاهدينا دكتوره؟ اللي يفضل انه نعيد نفس التعليمات، ما يطلعوا فترة بين العشرة والاربعة ما يكون في سباحة. اذا تعرضوا لحروق بالشمس تتعالج، ممكن قبل شيء يحطوا واقيات. اذا تعرضوا ممكن يصير حروق الشمس درجة اولى وبدرجة ثانية، يصير فقاعات
هيدي لازم تتعالج كحرق، تنحط لها المراهم، تنحط لها المرممات. يفضل يتعوض السوائل للي بيكونوا متعرضين لهالحروق الشمسية. في كمان يتوقوا في شغلة وقاية من لسع البعوض هلا بالصيف، كمان لسع البعوض في أماكن مثل حلب وهيك ممكن ينقلنا أمراض مثل الليشمانيا، ممكن هي اللي بنسميها بالعامية حبة حلب، يحطوا ناموسيات للأولاد أو يحطوا منقل. في كمان الوقاية من الذباب، رش المبيدات الحشرية، لنظافة غسل اليدين قبل الطعام وبعده وقبل وبعد الخروج من المرحاض، طهي الطعام جيدا، عدم كشف الطعام، وضعه بالثلاجة طهيه جيدا، يعني النظافة أولا وأخيرا. صح. بالنسبة كمان في شغلة هلا من أمراض الصيف كمان كوقاية خاصة بأماكن هلا التجمعات وأماكن الإيواء، القمل والجرب عم نلاحظهم أحيانا عم بيكونوا منتشرين، كمان درهم وقاية خير من قنطار علاج. في شامبو سنان للوقاية ويوزع مجانيا بالمستوصفات حمام الشعر، أو كمان للجراب أي حكة بين الأصابع، حكة بالجلد على البطن بالرجلين بالإليتين، اندفاعات جلدية يفضل تتعالج فورا. في مركبات بالمستوصفات بنزوات البنزيل بتنعطى للعيلة كلياتها مع تشميس مع غلي الثياب اللي ما بتشمس غالية واللي ما بتنغلى تشمس. وفي كمان مرض شائع هلا ممكن ينوجد بالروحة على البحر، هو القوباء او التهاب الجلد بالجراثيم مثل العنقوديات، بنشوفه حول التم احيانا حول الانف مثل القيح، يعني وبينتقل عن طريق بسرعة. هذا معدي جدا، بيعدي الانسان مياه نفسه البحر. وبيعدي غيره عن طريق المسابح كمان، هذا ممكن ينتقل. يفضل انه يتعالج فورا، هذا بده صاد حيوي وبده مراهم. تماما. يعني الام تلبس ابنها مشان الوقايه من الكسور، تلبسه برجله مشان وتنتبه عليه، طاقيه، نظاره، مرهم. وبتوقع امهاتنا يعني بشكل عام نسبه منهم منيحه، عندهم وعي صحي وثقافه صحيه. تماما. يعني هو حتى ما يمكن صحيح. الانترنت يعني عم يساعد يمكن نعم الاسره نعم. بشكل او باخر بالحصول على المعلومه الصحيحه، لكن لا بديل بالعوده الى طبيب الاسره او الى اي طبيب مختص بخصوص هيدا الموضوع لكي يتاكد من صحه نقل المعلومه. هلا بكل حاره بكل حي بكل قريه في مستوصف، ومعظمه فيهم اطباء كفء واطباء اسره. اي ملاحظه الام خوف على ابنها، حراره عاليه، بكاء، حاله ما أنا طبيعية شافته على ابنها، بإمكانها تراجع المستوصفة. نعم، احنا كثير بدنا نشكرك دكتورة يعني على المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله يكونوا مشاهدينا كلهم امهات استفادوا من الوقاية ومن طرق العلاج في حال صار اي مرض. نشكر وجودك معنا الدكتورة هناء نصافي، اخصائية بطب الاسرة. يسعد صباحك مرة ثانية. اهلا وسهلا فيكم. أهل شكرا جزيلا لوجودك معنا ولتلبيتك دعوة للمعلومات اللي حضرتك زودتينا فيها. شكرا جزيلا لك.